بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على الزيادة في محبتك، وأعنا على الترقي في مستوى الحضور بين يديك. آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. الآن بفضل الله تعالى سنزور ببركة الله وتأييد منه بعض آيات من سورة المؤمنون لي the believers لكرايا صدير لفدا، وسنرى خاصة آيات خاصة بأهل الكفر والجدال ونكران الحقائق، وأنه ما جرى كما عنا في تونس وما أدراك. الناس تدعي الإسلام هم في من أسقط مستوى في التعاطي مع الإسلام. ماذا ما فما تعاطي مع لا إسلام، مع عداوة الإسلام، مع هدم الإسلام؟ نعم، وهم مهرة مشهورين، بل مغرورين ومشهورين، هار كل التونسي كذا يودي فك عليك من حكاية الدنيا وحكاية، وفك عليك من ناشين. تعالنا ناشين في مستوى راق في التعليم العالي وكذا، وكي يجي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى، ولا صلى والله ما يقولهاش، ولا عليه ما يقولهاش. يا ربي قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ربي قال وانت وينك؟ حيث المسألة كثيرة جدا، نسأل الله السلامة.